بيقول جبران خليل جبران: بين منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق تضيع الكثير من المحبة. فالكلمات هي مشاعر ممكن إنها تبني وممكن إنها تهدم، والكلمة الطيبة هي المفتاح يلي منستطيع من خلاله الدخول لجميع القلوب وامتلاكها، وإلى أثر عميق على جميع الوجوه يلي منقابلها يومياً، وهي قادرة على صنع المعجزات بالعلاقات الإنسانية، على خلاف بعض الكلمات يلي بتزيد المشاحنات والبغضاء بسبب إلقاء كلمة ما منكون مدركين مدى تأثيرها، فهي بتأثر بشدة على الأنظمة الدماغية. بمجرد أنه يسمع الإنسان كلمة طيبة بينتج عنها رد فعل قوي، بيشعر الإنسان من خلالها بالسعادة العارمة بسبب إفراز الجسم لبعض الهرمونات المسؤولة عن السعادة، على خلاف الكلمات المؤلمة يلي بتنعكس سلباً على صحة الإنسان وسعادته ومشاعره، وبتنشر مشاعر الحب والإلفة والود بين الأشخاص، وإلها دور مساعد بتوطيد الروابط الاجتماعية بين الناس، وبتعكس الكلمة الطيبة صورة رائعة عن صاحبها، فبيكون مصدر للتفاؤل والخير، بالإضافة لتأثير الخاص بتحويل الخصام إلى صلح والحزن إلى فرح، فهي قادرة تغير مسار حياة الأشخاص إذا استخدمت بشكل سليم. كتير طبعاً لكان يسلم لي قلبهم، يعني كتير حكيون كتير طبعاً، يعني أنا أصلاً شو معيشني يعني بالسعادة لهلأ غير حكيون الإيجابي والحلو يعني. والله بصراحة من رفيقتي اليوم الصبح من الدوام يعني كم بدي أخذ إذن وأطلع، قالت لي إنه ما تروحي يعني اليوم مع مين بدي أضحك ومع مين بدي أحكي ومع مين بدي هيك أقضي الدوام، ومن مريض لإلي يعني أنا دكتورة، إنه ساعدته اليوم الصبح وحددت له موعد. أنت جنيت علينا مولادي. كان في اختيارة، كنت أنا ممرضة كنت أشتغل له، فكل ما أروح لعنده بس خلص له طبعاً وطعمية وهيك، كانت تضل تقلي روحي الله يعطيكي حتى يرضيكي، وتوفت. فهاي الكلمة كتير علقانة بقلبي. يعني بجوز قالوا لي كلمة فاشل. بناتي الله يسلمه، عزيزي وعمري حياتي، هيك بيقولوا لي. الله يرضى عليك، دير بالك على بنتك لأن هي البنت اللي ربتها. طبعا وأنا صغير بس الساعة بتذكرها أنه كان بيقول لي دائما أنه لازم الواحد إذا ما بيكون صادق الصدق بالحياة هو الأساس، يعني ما بيصدق ما بيعيش، وهالشي هذا أنا بعد ما كبرت وبلغت يعني أثر فيني صراحة. يعني خطيبي كلمة أنا بحبك. اعتمد على حالك. دكتوري أنا عم أدرس ماجستير، فقال لي أنه لا توقف طموحك وخلي يعني دائما نظرتك إسا كل حلم بتطمح له إسا اسعى لشيء أكبر أكتر وأكتر. قال لي بتمنى أشوفك أحسن من هيك. خلونا نتذكر أنه الكلمة سلاح ذو حدين، إذا أحسننا استخدامها بتبقى أجراسها بالأذن وتأثيرها على القلب والنفس، لهيك لازم نعرف أنه كل كلمة من أولى رح تترك أثر عميق بداخل الأشخاص، ولازم نحرص على أنه ننتقي أجمل الكلمات الطيبة لنترك أثر إيجابي بقلوب الناس.